سبعة مرة ثلاثة زائد تسعة يا ثلاثة زائد سبعة أقول تسعة ما دارا طائب طائب عرفت أجوب عفوا نساء هذا صديقي الذي تعيب تعبتي لماذا تقدم الشفاء؟ إيه رارا مستع جدا رارا مستع مع الأصدقاء رارا هي قريبة من مستع عادة ما تكون أنت مزيج صديقي رارا تطلب المساعدة لتدوي الناب وجدت نتيجة جميلة لكنها لم تتكلم شكرا إلي لا تتكلم شكرا نعم هي تتكلم أرنب كبيرة مع أن قفزها أنسون أخلص را تخلص كيف تتعلم بالإخلاص؟ إذا كان رارا قد فعلت الخير مع الآخرين وهذا الشخص ليس جيد مع رارا لا تعب أخلص فقط يعني إذا انتظرت كلمة شكرا فهذا يعني أن مساعدتي ليست إخلاص نعم نساء من أين تعلم الإخلاص؟ تعلم من أمة ما تتعلم؟ عندما كنت أبقى وحيبة كما كنت أدر إلى هذا ارتداء ثم الآن قد أخلصت كيف ذلك؟ نعم لأن الأمة لم تحتاج على الله تمكن الأمة تقبل إذا كان رجال نوسى هكذا إذا كانت الأمة أن تستطيع تقبل بصدقي يعني موسى يجب أن بصدق القدر الله عادي موسى يجب رارا أكثر امتنانا شكرا لك موسى لتدريس رارا أتعلم الإخلاص أيوة لا بدك بعد الآن أليس كذا؟ إذا كان الأمر كذلك الآن خذ الماء متعاطيش لماذا الأمر؟ سالفا نوسا يعاقب رارا إذا كان اليعاقب ليس إخلاص نعم نعم